بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أحببت أن أطرح سؤالا وأنا أتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى تتجلى في هذا البحر. أرى هذه الأمواج لا تتوقف ليلا نهارا على مدى ملايين السنين، لم تتوقف. أرى هذه الألوان الرائعة وهذا الإبداع ونسبة الملوحة الدقيقة وارتفاع الماء المناسب، وكل شيء منضبط تماما لخدمتك أيها الإنسان. أنا فقط أحب أن أسأل الملحدين، طب يا أخي أليس لكم عقل تفكرون به؟ تقولون إن البحار نشأت بالمصادفة. هذا الإبداع وهذا الجمال يعني نشأ عن طريق المصادفة فقط؟ لا يوجد من ينظم هذه الأمواج، لا يوجد من ينظم هذه الرياح، لا يوجد من ينظم هذه الغيوم وهذه السماء وهذا الغلاف الجوي. من الذي أعطى هذا اللون الأزرق للبحر؟ من الذي وضع قوانين مناسبة تماما لنستمتع بهذا البحر؟ وإلا لتحول هذا البحر إلى جحيم لولا هذه القوانين الدقيقة التي تحكم هذه البحار وهذا الكون وهذه الأرض. لذلك رجاء أخي الملحد، وأنا أقول أخي الملحد لأننا إخوة في الإنسانية أولا وأخيرا، كلنا أولاد آدم وحواء. فكر واستخدم عقلك وقل كيف يمكن للمصادفة أن تنشئ هذا النظام البديع. كل شيء متوازن، كل شيء دقيق. فقط فكر بهذه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بالفعل أيها الملحدون أنتم قوم تعدلون، أي تنحرفون عن الحق، تنحرفون عن العقل والمنطق، تنحرفون عن التفكير السليم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نسأل الله أن يهدينا ويهدي كل ملحد إلى طريق الحق الذي يحبه الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.